أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقاتنا المتواضعة على قناة المهندس أشرف أسامة في اليوتيوب. حلقتنا النهاردة حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان الصيام في المسيحية والصيام في الإسلام. الصيام في المسيحية هي فترة انقطاع عن الشهوات الجسدية، الطعام والشهوات الروحية والأعمال السيئة، ويتم التركيز على الجزء الثاني بشكل أكبر من الجزء الأول. وللصيام في المسيحية أقسام عدة، بعضها موحدة بين الطوائف وأخرى خاصة ببعض الطوائف أو المدن. الصيام في الإسلام معناه في اصطلاح الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع نية التقرب من الله بالشروط التي وضعها الشرع. وهذا التعريف متفق عليه بين الحنفية والحنابلة، أما المالكية والشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة بنية، فالنية محل خلاف. فرض الله الصوم على المسلمين في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، وقد ثبتت فريضته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقيل أن الأمر بفرضه نزل في شهر شعبان من السنة الهجرية الثانية، فثبوته بالكتاب يتجلى فيما ورد في القرآن في سورة البقرة. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وأما ثبوته في السنة النبوية فيتجلى في حديث عن أبي هريرة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام بأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله. فهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل، ويستثنى من ذلك المريض والمسافر، على أن يقضوا ما فاتهم لاحقا. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، أشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم المهندس أشرف أسامة الفقير إلى الله من قناته المتواضعة على اليوتيوب. واللي يحب يقول رأيه في الحلقة ياريت يكتب لنا أسفل الفيديو، واللي يحب ياخد رأينا أو عنده مشكلة في أي حاجة ياريت يتناقش معانا، هناخد رأي بعض ونتكلم مع بعض من خلال الكومنتس اللي أسفل الفيديو. أشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.